دلوقتي في مبنى الشركة الوطنية وكيل مرسيدس في مصر، مبنى بالكامل اتصمم من الموظفين، صناعة مصرية، تصميم مصري، رؤوس مصرية، صح ولا لا؟ تمام. تم تكلفنا ازاي؟ هو الحقيقة لما تم تكلفنا بتصميم المشروع ده كانت في الفترة اللي بعد مرحلة كورونا، وكان الفكر بقى لازم يبقى مختلف لان اغلب المكاتب اللي حصل اعادة تصميم ليها في المرحلة دي كان مهم جدا ان الموظفين اللي اتعودوا ان هم يشتغلوا في بيوتهم بشكل من اريحية معين في مرونة ان هم لما يرجعوا مكاتبهم بيت بالظبط. ومن هنا جت فكرة اننا نعمل مكان يبقى فيه مرونة، يبقى فيه تنوع للفراغات، ان الموظف ما يبقاش ملتزم بمكان واحد بس هو اللي لازم يقعد عليه، لا هو يقدر يتحرك، يقعد على ديسك، ممكن يقعد على الجزء ده، ممكن يتحرك ويقعد على بين باج. فالفكرة كلها ده انت عايزه ببيته بالظبط. وفي دراسات كتير اتعملت واثبتت ان ده بيخلي انتاجية الناس في بيئة العمل اعلى بكتير. فمن هنا جاء المدخل لاختيارنا للتصور للمكان ان هو يبقى فيه التنوع ده والمرونة دي علشان الموظف فعلا يبقى حاسس انه قاعد في بيته او في كافيه او في مكان عمل، يبقى دايما عنده حلو ان انا اشتغل من كافيه ده اشتغل في كافيه واجيب فلوس. ليه لا؟ يعني واحنا شفنا ده شركات كبيره عالميا عملته، وطبعا اثبت ان هو بيزود الكفاءه والانتاجيه بتاعه الفريق العام. نفذت الكلام ده بقى ازاي يا دكتور حسام؟ المكان هادي مريح جدا، الناس حاطه حاجات تفاصيل على المكاتب تحس ان هي بيتي، ده مكتبي في بيتي في اوضتي، صح ما خرجش من اوضته. ده حقيقي. ازاي بقى نفذنا الكلام ده؟ هو كان مهم اننا نوازن ما بين فكره ان هو يبقى مكان ديناميكي جدا، مرن جدا، بس في نفس الوقت ما يبقاش فيه تشتيت على الاقل بصري كتير للموظف، لان الموظف بيقعد هنا 8 9 ساعات في اليوم. فاختيار الالوان، اختيار نوع الاضاءه، اختيار شكل المكان ده مهم جدا انه ما يخليش الموظف يحصل له تشتيت وهو قاعد شغال. فلازم يحصل التوازن ده ما بين ان المكان يبقى هادي بصريا بس في نفس الوقت مش ممل، في تنوع، في مرونة. ومن هنا جت فكرة التصميم. وطبعا بيدخل معانا عناصر تانية ليها علاقة بقى بوظيفة المكان، ازاي هنتعامل في فراغ مفتوح زي ده مع مثلا الصوت. ده تحدي على فكرة. تحدي كبير، لان لو الصوت او بين خصيتي كموظف ان انا عايز اركز بالزبط. عايز اطلع ارقام بالظبط. ده طبعا اتعمل من خلال اولا تصميم السقف واستخدام بعض المواد اللي بتمتص الصوت وتعزله علشان ما يحصلش في الاخر تاني تشتيت للناس. يعني الوحدات البيضاء دي والوحدات الملونه مش مجرد ديكور. لا مش مجرد ديكور. ونفس الشيء بالنسبة للإضاءة، فتصميم الإضاءة مدروس إنه ما يحصلش مثلا ظل للشخص اللي هو قاعد على المكتب، لازم الإضاءة تنزل قدامه، ولازم الإضاءة لونها ودرجة لونها تساعد على إنه هو دايما يبقى فيه تركيز ذهني طول اليوم. اللون الأبيض، اللون الأبيض قصدينه؟ ده قصدينه لأن احنا حابين إن الدنيا تبقى شوية فيها نوع من الهدوء، ما يبقاش تاني في تشتيت بصري كتير الا بس في بعض الاماكن اللي زي مثلا استخدام توظيف الاعمده. لو حياتك تلاقيه مثلا ممكن تستخدم كاماكن للجلوس باللابتوب، الناس تقدر تشتغل فيها، تقدر تاخد الغداء سريعا فيها في البريك. فحتى بعض العناصر اللي هي زي مثلا عناصر التخزين، وده الحقيقة اللي ساعدنا فيه شركة أرتستيك والمصمم الأساس في المكان، إن هو نفسه المهندس سامح زي كده، المكان يتحول إن العناصر دي تبقى عناصر زي ما ليها وظيفة هي ليها دور جمالي، إن ممكن تبقى عناصر لاندسكيب أو حتى وحدات الأدراج، إزاي إنها ممكن تبقى أماكن للجلوس تقعد عليها. يعني المكتب ممكن حد حابب يقعد يعمل صاحبي أنتيبي في الشغل يقدر يقعد عليه. استخدام العناصر الصغيره دي بيفيدنا ان احنا ما بنحملش المكان قطع فرش كتير، يعني زي ما كنت بقول لحضرتك ممكن وحده الادراج تتحول لكرسي،
مكان زي ده ممكن يتحول لمكان اجتماعات. هو سامح ذكري بيحب الحاجات دي. هو بيحب حتى في المبنى بتاعه عامل ايه. حلوه دي وحتى دي بتبقى ممكن الشركه كلها تتجمع عليها ومجهزه ان الناس تحط الشاحن وتقدر تقعد تشتغل في كل حته.